أوكي، استكمالا لمجموعة المحاضرات الخاصة بمقرر قواعد نظم قواعد البيانات، نكمل وإياكم بمشيئة الله تعالى. كنا في المحاضرة السابقة توقفنا عند آخر شيء اللي هو relationship أو representing relationship sets via ER diagram، وقلنا بأنه العلاقة أو الدايموند بيتم تمثيله أو بوضح لنا اللي هو الرول أو الريليشن شيب اللي موجودة عنا، وفي داخلها عادة ما بنكتب الرول اللي هو اللي بحدد شو طبيعة العلاقة اللي موجودة عنا ما بين الانتيتيز هذه. وقلنا الانتيتي بيتم تمثيلها على شكل اللي هو الريكتانجل، وموجود عندي الليست اوف اتريبيوتس، ومين الاتريبيوت اللي تم اختيارها على شكل برايمري كي، البرايمري كي اللي موجود عندنا البرايمري كي اللي هو الاي دي للانستراكتور، وعندي هنا اللي هو للستودنت البرايمري كي، عندنا هنا الليست اوف اتريبيوتس للستودنت. اوكي، فهذه الأشياء اللي هو كيفية تمثيلها في اللي هو الـ ER diagram أو الـ Entity Relationship diagram. هنا يعني كشكل برضو توضيحي، an attribute can also be associated with the relationship set. بيقول لي من الممكن إنه إحنا نيجي نضع attribute كمان على اللي هو relationship set هذه، نوضح مثلا متى student قام بمراجعة على سبيل المثال instructor، يبقى an attribute can also be associated with a relationship set. For instance, the advisor relationship set between entity sets instructor and student may have the attribute date which tracks when the student started being associated with the advisor، متى اللي هو تم اقتران الطالب هذا بالادفايزر كتاريخ. Relationship sits with attributes، الشكل اللي موجود امامنا زي ما احنا شايفين الصيغة هذه، ايات الديت، وكان في عندي داش لاين لتحديد بأنه هذه كأتريبيوت موجودة عندنا، اللي هي ممكن كمان يصير لها عملية جينيريشن أو بطريقة أو بأخرى، حيكون في عندنا أمثلة مختلفة. برضو كمان الستودنت والسكشن المقرر اللي هو اللي بياخد تيكس ماخد مقرر معين، العلاقة اللي هو اللي برضو كمان ايش الدرجة اللي حصل عليها الطالب. بعض الرولز اللي ممكن تكون زي ما حكيت قبل شوي اللي هو زي الريكيرسيف ريليشن، ريكيرسيف ريليشن ممكن تكون موجودة عندنا. الانتيتي سيتس اوف ريليشن شيب نيد not be distinct. Each occurrence of an entity set plays a role in the relationship. The labels course ID and the prerequest ID are called roles. The prerequest course هو نفسه عبارة عن ايه؟ عبارة عن course. Okay. الكورس ID هذه لايش؟ لتوضيح مين هو الكورس. Okay. The prerequest ID لتوضيح مين هو the prerequest course، لمين لا الكورس ID هذه اللي موجودة عنا. يبقى اسم الريليشن هنا بس للتوضيح، احنا كنا حكينا هنا عندي اللي هو الريليشن نيم للادفايزر، والرولز هذه اللي عادة ما بيتم وضعها على وين؟ على اللاينز اللي بتفصل ما بين الانتيتيز هذه اللي موجودة
عنا، اللي احنا قلنا بالاساس بيتم تجاهلها بسبب انها بتكون ديستينكت وحيده. لكن في حال لو كانت اكثر من رول واحده زي ما احنا شايفين، هاي بيتم ايه؟ بيتم وضعها. اوكي، الديجري اوف ريليشن شيب ست ممكن تكون باينري، اللي هو معنى اللي هو degree 2 أو 2 entities participate in the relationship involve 2 entity sets or degree 2. Most relationship sets in a database system are binary. معظم relationship degree اللي هي binary. Relationships between more than 2 entity sets are rare، يعني نادر أو قليلة. Most relationships are binary. حنشوف اللي هو كل الشغل بتبعنا تقريبا حيكون اللي هو على binary، في حال اللي هو التريبل اللي هي درجة أعلى اللي هي الثلاثة، وممكن تكون رباعية، وهذا الكلام له معالجة خاصة وبالذات في حال لو زادت عن ثلاثة. كمثال على اللي هو تريبل، ممكن the students work on research project under the guidance of an instructor. عندنا relationship of project guide is a ternary relationship اللي هي ثلاثية between instructor, student and project، اللي هو زي ما احنا شايفين هاي instructor، هاي the project وهاي the student. ايش طبيعة العلاقة؟ project guide. يبقى most relationship sets are binary، نرجع نأكد اللي هو، لكن في حال non-binary اللي هو أكثر من علاقة two entities موجودين عندنا مشتركين في relationship هاد. There are occasions when it is more convenient to represent relationships as non-binary. ER diagram with a ternary relationship as an example. هاي عنا the project, instructor و the student. The student بيشتغل في project تحت اللي هو ال guidance أو الإرشادات من ال instructor. عنا ال attributes برضو، عنا ال symbol attribute وعنا ال composite attribute. ال attribute وعنا كمان السنجل فاليو والمالتي فاليو، عندنا درايفد اتريبيوت اللي هو القيمه بتبعتها بتم اشتقاقها او احتسابها بناء على قيمه معينه. يبقى زي السي جي بي اي مثلا او الجي بي اي المعدلك سواء الفصلي او التراكمي، عاده ما بتمش تسجيله في قاعده البيانات لانه اتس ابديتد اور تشينجبل based on your grades or your marks. لما انت بتطلب اللي هو كشف درجات او ترانسكريبت، على طول مباشره بيبدا باللي هو انه يشوف ايش الدرجات اللي موجوده وبيبدا يحسب. هذا احنا بنسميه درايف. الايج العمر للشخص برضه درايفد اللي هو اتريبيوت، لانه انا بس بلزمني تاريخ الميلاد. هاي الايج كمثال، given date of given date اللي هو of birth and current date so the age can be calculated. اوكي، يبقى attribute types اللي هو simple. زي مين simple؟ اللي هو cannot be divided into sub parts. For example student number it's simple attribute. Okay, instructor ID. It's a simple attribute. Major for a student. It's a simple attribute. Okay, so simple attribute cannot be divided into sub parts. Composite can be divided into sub parts. ممكن اللي هو تجزئتها لا أشكال أو أجزاء مختلفة، زي مين؟ زي الأدرس، عندنا السيتي، عندنا الستريت، عندنا الكونتري، عندنا الهاوس نمبر. أوكي،
example attribute name could be structured as a composite attribute consisting of first name, middle name, and last name. Single valued and multi-valued attributes. طبعا single valued زي مين؟ زي النيم. ما بنفعش يكون أكثر من اسم مسجل للشخص الواحد. الID. لكن multi-value for example phone numbers ممكن يكون للشخص أكثر من تليفون واحد. Derived attributes زي ما حكيت قبل شوي اللي can be computed from other attributes. For example age. أنا بحاجة للcurrent date بالإضافة إلى اللي هو date of birth. كمان مثال آخر زي الجي بي اي اللي هو المعدل تبع الفصل أو السي جي بي اي. أمثلة موجودة الكوميليتيف جنرال بوينت افريج، جنرال بوينت افريج اللي هو المعدل سواء اللي هو التراكمي أو المعدل الفصلي للطالب. Based on your marks, based on your grades, the GPA or CGPA will be calculated. A domain, the set of permitted values for each attribute. مين هي القيم المسموح إدخالها لإيه؟ للأتريبيوتس هذه. ما عمري شفت اسم اسمه 17. ها لا الاسماء الها permitted values. ما عمري شفت salary مثلا صح هو numeric لكن اجي اطلع salary negative value بالماينس. لا لو دائما salary greater than zero permitted او values اللي لازم ياخدها او ممكن ندخلها في الاتريبيوت اللي اسمها salary. شكل الكومبوزيت بوضح لنا من خلال دياجرام. كومبوزيت اتريبيوتس allow us to divide attributes to subparts. يعني هاي النيم الفيرست نيم موجود عندي، الميدل نيم، اللاست نيم اللي هي الكومبوننتس للاتريبيوتس هذه. ممكن التعامل معها كاجزاء وممكن التعامل معه ككتله واحده. الادرس نفس الكلام، عندنا الستريت، عندنا السيتي، عندنا الستيت، عندنا البوستال كود، الستريت نفسه الستريت نمبر، ستريت نيم، ابارتمنت نمبر اللي هو رقم البناية، الفلات نمبر ممكن يكون كلها. يعني هنا representing complex attributes in ER diagram. لو زي ما احنا شايفين هاي الانتيتي اللي موجودة عندنا، عندنا الID as a simple attribute and single value، عندنا name composite attribute موجودة عندنا، الادرس composite attribute، الفون نمبر multi value زي ما احنا شايفين المالتي فاليو بتم وضعها بين ايش؟ البريسز، اوكي، بين الاقواس هذه الاقواس المجموعات. عندنا الايج اللي هي هذه derived value او القيمة مشتقة بتم احتسابها. يبقى احنا زي ما احنا شايفين الان تم توضيح كيف تمثيل او شكل تمثيل الانتيتي من مع مجموعة الاتريبيوتس بتبعته. ما علينا اصبح الان الا اللي هو بعد تحديد الخصائص والمواصفات الها، يعني اصبح الامر سهل انه يكون في مرحلة التطبيق. اوكي، المابين كاردينالتي كونسترينتس عنا، وسمعنا الكلام هذا شفناه في اكثر من مقرر سابق، اللي هو موضوع العلاقات او الكاردينالتيز اوف ايتش ريليشن شيب اللي هي 1 تو 1 1 تو ماني، ماني تو 1 بالاضافه للماني تو واني، ماني تو ماني اكسبريس. ايش الهدف من الكاردينالتي؟ بقول لي هان express the number of entities to which another entity can be associated via a relationship set. بتحدد انه الانتيتي هذه من الطرف، من طرف قديش ممكن تشترك مع الطرف الاخر. كنا شفنا قبل بشوي
كان عندنا الانستراكتور في المثال قبل بشوي أو في المحاضرة السابقة، هيو ممكن الانستراكتور مشترك أو مقترن مع أكثر من طالب واحد. أوكي هاي مع أكثر من طالب واحد، يبقى الانستراكتور can advise more than one student. Many. العلاقة one to many. The students only advised by one instructor. Most useful in describing binary relationship sets. يبقى هو يمكن أفضل أسلوب في تحديد أو توضيح ال binary relationship هو for binary relationship set the mapping cardinality must be one of the following types. العلاقة اللي هي الباينري واحدة من الأنواع هذه one to one, one to many, many to one, many to many. الشكل اللي موجود أمامنا ما بين كاردناليتي زي ما احنا شايفين 1 to 1 A1 B1 A2 B2 وهكذا. من الممكن جدا هنا ما يكونش عندنا A4 it's not associated with any component of P. It's not mapped to any part of P. عندنا الوان تو ماني، الوان تو ماني اللي هو مقترن مع أكثر من قيمة. الـ A A1 هي مع B1 ومع B2، مع B1 ومع B2، A2 مع B3 وB B3 وB4، A3 مقترن مع B5. يبقى some elements in A and B may not mapped to any elements in this other set. هذا المثال موجود عندنا في وين من ال 1 to 1 أو واضح الكلام. many to 1 عكس ال بدل ما هي 1 to many many to 1 زي ما احنا شايفين اللي هو عندي هنا من A B هيها موجود عندي many A موجود عندي اللي هو 1 B1 مقترن مع أكثر واحد من A B3 مقترن مع أكثر من قيمة من A. اوكي هم بيقول لي نوت سم اليمنتس ان اي اند بي مي نوت بي ماب تو اني اليمنتس ان اذر سيتس. مش اجباري انه لازم كل واحدة تكون مقترنه مع الاخرى. ماني تو ماني زي ما انا شايف، وهذا النوع من العلاقات غير محبذ في الشغل تبعنا، عشان هيك كانوا بعلمونا بأنه العلاقة هذه إيش مالها لازم يتم التخلص منها من خلال اللي هو مصطلح دارج كسر العلاقة هذه. حنشوف الكلام هذا كيف من خلال عمليات النورماليزيشن وتحديد relationships هذه. أوكي representing cardinality constraints in ER diagram. We express cardinality constraints by drawing either a directed line اللي هو الشكل السهل اللي هو signifying one or an undirected line اللي هو signifying many. يبقى الشكل السهم بحدد لي ايش one العلاقة one اوكي اتجاهها or an undirected line بحدد اللي هو ايش many between the relationship set and the entity set. One to one relationship between an instructor and the student. هم بقول لي
سوري هان بقول لي طبعا هان كإكزامبل ماخذها كمثال بقول لي one to one relationship between an instructor and a student. A student is associated with at most one instructor via relationship advisor. A student is associated with at most one department via a student department. الطالب فقط موجود في department واحد. The student هنا مع instructor واحد فقط. والinstructor فقط هنا بيرشد اللي هو طالب واحد. Which is not the case of course. بس أنا مخدينا كمثال. One to many relationship between an instructor and a student. An instructor is associated with several students. Many. طرف للستودنت أكثر من الادفايزر. Instructor ممكن يكون يعمل advice لmany students. A student is associated with at most one instructor. فقط مع instructor واحد من خلال relationship اللي اسمها ايه؟ Advisor. Many to many. Many to one relationships. In a many to one relationship between an instructor and a student. Okay. يعني هنا an instructor is associated with at most one student. Instructor with at most one student via advisor. And a student is associated with several instructors via advisor. طبعا احنا شفنا هنا دائما بقول including zero لا احتماليته بانه يكون مش مقترن مع حدا. اوكي. Many to many relationship and instructor is associated with several possibly zero students via advisor. Many هان الطرفين موجودين عندنا لا اللي هو many. اوكي.